السلام عليكم. اليوم راح نوريكم كيفاش تمشي جروف سوسون. الله جورج تاع الزيت الفوار زيت هيدروليك عندنا كوب كورو عندنا هذا هبط كابل طلع الكابل عدنا هبط لافليش طلع لافليش عدنا خرج تلسكوب دخل تلسكوب عدنا روتاسيو اغوش عدنا روتاسيو دروات اغوش عدنا هذا فرا روتاسيو وعدنا هذا البراكاج ايسيولاريا عدنا هذا رابيد كابل عندنا هذا ربي زيت الهيدرولي عندنا فتح الشانتاج وعندنا هذا الشانتاج جاي لاريال تاع البوم كيطلعوا فوق حد عندنا الباركينج ضوا عندنا هذا الكات كات اكسيلاتور فرا روتاسيو عندنا بريز موفمو عندنا هذه لازم باش تبدا تخرج لي بوتر ولي بي لازم تكون داير باركينغ وما تكونش داير باركينغ ما تخدم لكش الور بو عندنا هذه تخرج سواء لي بوتر ولا لي بي وعندنا هذه تدخل سواء لي بوتر سواء لي بي سواء تكليك هنا وتخرج لي بوتر هذا زوج وعندنا تخرج لي بي لقدام عندنا لي بي تضر البوتر لارير وعندنا لي بي تاع لارير نفس العمليه كي تبغي تدخل تكليك على الدخل طلع لي بي لا عفوا طلع لي بي لارير دخل لي بي لي بوتر لارير دخل لي بوتر لافو لازم تكون داير باركينغ عندنا افو ارير ما تحكملكش لافو لاير الا لازم تفرين تفريني ودير افو ارير ديرو كونتاكت عندنا بروميير دوزيام تروسيام الفيتاس عندنا هذا تاع سمي كلاس و الكنيط عندنا هنايا هذا اول ما تدخل يجيك كيما هكا دير اوكي تخرج سواء هذا لي بودر خارجين كل ولا في النص ولا داخلين ولا تخدم على الروض
احنا دائما يروم انا خارجي دير اوكي عليها. عندنا تري الاول ولا دوزيام تبغي تبدل تدورها كلها رجع عندنا دير اوكي يخرج لك هذا ليبرا طلع وتهبط دائما عدير ويبرا لهنا ثم تدير اوكي خلاص ومن بعد تهبطها هذه ها وتدير اوكي خلاص. عندنا هذا الكود عندنا هذا طول تلسكوب شحال 11 متر عندنا هنا من الراس على فليش حتى الارض عندك 10 مترات وثمانية عندك هنا الزاوية 45 عندك هنا من نص على قرى حتى الموف الار عندك 6 متر عندك هنا شعرك دير ويبرة عندك هنا شحال تقدر تز 29 طن عندك هنا شحال طنات عندك هذه التير باش تصفر شحال توزن الميزان عندك ها ارجع زيرو طلع عندك عندك هنا نتاع الضوء تاع الضوء تنقص فيه وتظلمها وتزيد طلعها كيف كيف هذا تاع الغفل تهبط لتحت اوكي. عندنا بيتسكت قلنا لاصونات عندنا هذه كيف كيف باش تخرجك للطابلو هنا تعود ده عندنا هنا ديما مثلا باغي تبدل ترجع لهذه الام هذه او ام دير اوكي دير اوكي وتبدل خلاص كلش اوكي دير اوكي. عندنا اللي تحتها هنايا البروغرام عندنا البروغرام هذا مثلا هذا عندك لافليش شحال لازم تقدر تطلع الفوق وتهبط هنا دير شحال الميتراج ترجع كذلك عندنا هنا هذا هنا شحال تقدر تهبط لافليش يعني الزاوية عندك هنا شحال تقدر تطلعها وتهبط هنا عندك شحال ثاني كيف كيف عندنا هنايا في التلسكوب نخرجوا حاجة سامبل ديروا نوض بصح كي تنوض راح يعاود يروح لك البروغرام تسمى دائما لازمك تنوض ومن بعد تعاود تدير اوكي اوكي اوكي. عندنا قلنا باش تدير افواريير لازم دائما تفريني وتدير اريد ها كون ما تديرش ها ما تصونيش كيف كيف افواريير. عندنا هذا الضوء تاع البراكاج لازم تستخدمو بهذا او راح لازم كي يروح خلاص هاي ثم راه مسقمين الروض حتى دفر الروتاسيون هاي يروح هذا او راح عاود ركبو ها عندنا الباركينج ها او راح ها عندنا هذا لازم دير باركينج قلنا تكليكي على اللي تخرج هاي وحدة تكسيري وتخرج لي فوز هاي لا تحب تدخل كليك على التحتانية وتدخل نفس هاي تزبط يفوت ليبي كيف كيف حب تخرج فوقانية وترك علي ليبي هاي تخرج حب تدخل كليك على اللي تدخل وترك على ليبي هاي تخرج هاي تدخل هاي تدخل كليك عندك الميزان ها هو قلنا تدير اوكي 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 ترجع على الأخيرة اوكي يخرج لك الكابل عندنا هذا قلنا تهبط لافليش تهبط الكابل وطلع طلع عندنا لافليش تهبط طلع على فليش تلسكوب على فليش تخرج ها دخلها عدنا الروتاتشو وعدنا هذا لاكس روتاتشو إن شاء الله تكون فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.